تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، والتي أمر بها سموه خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخرا، أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بدء توزيع وحدات مشروع إسكان ضاحية الرمل على المواطنين المستفيدين. أكد وزير الإسكان أن توزيع مشروع إسكان ضاحية الرمل يأتي في إطار تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لتنفيذ أمر سمو ولي العهد، والمتضمن توزيع 5000 وحدة سكنية في 10 مشاريع إسكانية، مفيدا بأن الانتهاء من توزيع تلك الوحدات سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة. اليوم طبعا بدأت وزارة الإسكان في استقبال المواطنين لمشروع الرملي الإسكاني، أطلقنا عليه ضاحية الرملي. طبعا المشروع يقع على أرض تعادل 100 هكتار، تم استملاك الأرض بالكامل. مشروع الرملي الإسكاني بالنسبة لنا يعتبر مدينة، بحكم أن راح يستوعب 4500 وحدة سكنية ما بين فلل وشقق في مجمعات تجارية، سوق شعبي، تقريبا 9 حدائق، جوامع ومساجد ومدارس. في الحقيقة تم تصميمه بعناية فائقة. طبعا هذه المشروع من ضمن 5000 وحدة سكنية اللي أمر فيها سيدي صاحب السمو ولي العهد أثناء الملتقى الحكومي، تقريبا 5000 وحدة سكنية. وأيضا هذه المشروع من ضمن سلسلة من المشاريع إن شاء الله اللي راح توزعها وزارة الإسكان خلال ما تبقى من هذا العام، وراح نستكمل إن شاء الله المتبقي خلال الأشهر الأولى من العام المقبل بمشيئة الله تعالى. وأوضح الوزير أن مشروع ضاحية الرمل يتكون من 4500 وحدة وشقة سكنية يتم تشييدها على مساحة 100 هكتار، وتشمل مرافق المشروع 9 حدائق ومدرستين للمرحلة الابتدائية وروضة للأطفال ومركزا للتسوق وسوقا شعبية و11 مركزا تجاريا، بالإضافة إلى جامع و5 مساجد بالأحياء السكنية، فيما تتضمن مرافق المشروع أيضاً محطة كهرباء فرعية ومحطة لتوزيع المياه، مفيداً بأن المشروع من المقرر له أن يستوعب ما يقارب 30,000 نسمة بعد اكتمال تنفيذ كافة مراحله. وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تسخر طاقاتها وإمكانياتها لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفقا للجدول الزمني للتوزيع، مع الاستمرار في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية من أجل مزيد من التوزيعات المستقبلية.